برنامج الليلة جنون. أما مشتركين أبطالنا لليلة هن أنجو ريحان، غدي، ندى أبو فرحة، توني صياد، مو قيس، جوزيف عزوري. أما هلا اللعبة الثانية هي أبجد هوز. تاني كومينج سون، مين بده يشرفنا على البلاتو تنلعب ونضحك سوا؟ انت نقي. ندى ابو فرحة وجوزيف عزوري وتوني صياد. تون جوزيفين تفضلي هون. انا تون جوزيفين. مشي ابو فرحات تفضل هون، مدام ابو فرحات. يعني بلشتوا تفهموا شو اللعبة، بتعرفوا شو اللعبة، بدنا نبلش بحرف الحروف الأبجدية. أول جملة ببلشها جوزيف، أ ب ت وهلم جرى، ألف ب ت س، أوكي تنوصل للياء، بالياء بدنا فينا الحلوة. هلا شو السيتويشن؟ شو السيتويشن؟ مسيو إي مدام مجوزين وجوزيف هو حماتها لندى. جوزيفين. جوزيفين حماتها لندى. وعم يتباروا مين عمل اطيب كوسه محشي. ومسيو توني ضايع مع مين بده يصف، مع الوالده ولا مع المدام؟ فخلونا نشوف شو حيصير. بتحب تستعين باشار؟ بتحب تكون لا كذا؟ جيب جيب نستفيد فعلا. يلا بس ما عم لحق حتى الشعل. شعل على كيفك. ايه بتعرف من امك حجي. فتفضل امك ومرتك. حاضرين؟ حاضرين. مين ببلش؟ رح نبلش بابجد هواز. اتنسيون 1 2 3 جو. انا اللي امك، انا اللي امك، انا اللي مربيتك على ايدي، انا مرضعتك، انا مرضعتك. ندى بالبيت. بس لحظة بدك تروقي شوي توت جوزيفين، لانه الوضع رح يصير خطر. أولاً الكوسة يلي أنا بعملها ما حدا بالكون بيعمل أحسن منها. تيه تقصم حالي شقفتين يعني دخيل إجريكم. ويلي مرتي ويلي أمي، حلولي إياها، حلولي إياها حبياً. أنا ما رح أقبل ثورة، بدي أعمل ثورة، يا أنا يا هي، يا أنا يا هي. ما معقول يعني يا هي شو بالكوسة؟ جواب. بدك تنقي مين أطيب؟ جوابك طاط جوزيفين بيعمل المشاكل. أنا رح روق هلأ الوضع وأطلب منك تقولي لي كيف بتحضري الكوسة، لأنت باعتقادك أنه أحسن مني. حي حرام عليك يا أمي، يعني ويلي صوت لك وتحرمني من الأكل بالليل. بالليل؟ ويلك تحرميني ادعس عند امي. انا بنقر خر 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 وبشيلهم كلهم لبرا، برجع بتحش بحط اللحمه بر بر بر. وشو بيطلعوا من ايدي؟ من ايدي طيبين. دوا 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 دوا. امك دوا دوا لك بالليل، اذا بدك بعطيك اياها بالليل، انا بستغنى عن الليل بعطيك امك. ذروه المقصد، ذروة المأزق انحطيت فيه انا هلا. طيب رح اتذوق اكلاتك اليوم يا ماما. لك تقبر امك، لك تقبر امك. روح الله معك، الله يكون معك. انت روح على الماما، انت قلبها للماما. ليه زوتيها كثير طن، زوتيها كثير بدلالك لإله. مش معقوله، مش قادره بقى عن جد، مش قادره. رخيتي له الحبل، بيجي على البيت بيصرخ علي، بيقول لي كوسيتك مش طبيعي، كوسيت امي احسن. حقه. سوري ماما، بس فيك تطري لي اياها شوي، لانه اليوم عيد ميلاد زواجنا وبنحكي بعدين على رواق. شرحوطه شرحوطه. شو عملتي لي بابني؟ غيرتيه. صار لي فتره ساكته، بس هلا ايدي والكف مع امك، مش قادره بقى. مفروض بضربها
حلو بضربها ده. ضد هذا الموقف يا حياتي بتخربي لي بيتي. نضحك عليها بكلمتين هلا وبس نسكر الباب ونرجع على البيت كله بينحل. طق موتي طق موتي طق موتي ابني وبالاخر مرجوع لوين؟ مرجوع لعندي لعندي عليكي ظرافة بيني مثل الظرافة هيدا يشاربي انت هيدي ديني ايه عار عليكم ولو هلو عنا شرطك ايه ابني صار رجين عيط وين رجوليتك غرامي انا غرامي بس تحكي هيك وشوفك انك رجال من جوا من جوا بنبسط فيك حبيبي ابني حبيبي ابني فلقتونا بغنج انت وياه فلقتونا انا فل ما بقى فيي اتحمل خلص فيتي لجوا قبل ما تروحي يا مرتي قبل نحن عنا عوايد بناكل فروج نقرة الفروج كله قرط عدو عدو وبلا محشي كوسة كرمال الله كرمال الله ذوقيني هالكوسة اللي بتعمليها انت بس تعرف انا ابني لا بحب كوسياتك بس تعرف مع انه كوسياتك صغار كوسياتك مكعوكين كوسياتك بيفرطوا ليه اذا بتدوقي لقمة وحدة من كوسياتك تتجوزيني انت بالطعم خلي طعمي مزبوط ولا مش مزبوط؟ مرة تانية بجاوبك مرة تانية برافو تقبرني برافو ايه نور نور او بيتش بار انا الكبيرة انا المرة الكبيرة اللي هون انا اللي لازم تعطوني ايه من نور هول الكلمات بدك تشلحيهم من تمك شلح تعملي لها مشاكل انا وزوجي هول الكلمات ما بقى تطلعيهم من نيعك وفرة بالتعبير الإباحية كثير انت وياها اول مره بعرفك على حياتك قد ايه صرنا مجوزين دقيقة ونص يا لا 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 رح جرسك بالحي رح جرسك بالحي لا 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 ما معقول ما معقول ما معقول لا افرمك لا لا فصفصيك لا 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 اي سبب عم تقولي هيك ياي 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 هالحكي ما له طعم ياي 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 لا جوزيف ياي لا دادا وياي لا توني يلبس حيو الجمهور هد الزرافة دادا برافو برافو اما بدنا ننتقل لتاني ابجد هو بدنا نطلب من الفريق التاني يتفضل على المسرح يلي هن انجو وغدي ومو محمد فضل تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا محمد اهلا وسهلا شرفتونا كيف الصحه كيف العائله كيف الاولاد الحمد لله القصه هي انه عندنا كوب اللي عم يتجوزوا عم يعملوا حفله العرس ومو هو متعهد الحفلات مو متعهد بس غادي وانجو مختلفين على اسامي الفنانين اللي بدهم يجيبون على حفله العرس العظيمه والكبيره اوكي رح نبلش معك بحرف الا الف ب ت وهل ام جرى لنوصل للياء ياه اوكي اتنسيون 1 2 3 توب مو انا اشهر متعهد حفلات كل الفنانين عندي بس انتوا اطلبوا وانا جاهز بدي اقول لك هزي هزيلي وغير هيك انسي الموضوع تنبتة من الاخر تنبتة من الاخر انا غير طاير طربوشه ماني جايبه هزي هزيلي صعب شوي صعب شوي لانه طاير طربوشه طاير برات البلد جره جره مزع المرتي بس انا عم اقول لك هزي هزيلي بدك تجيبها غصب عنك هزي هزيلي حقول ايه ولا ايه حقول ايه ولا ايه هلا صار بدك يعني ايه لطاير طربوشه بدي طاير طربوشه هزي هزيلي اذا بتدعس ببيتي لخليها تهز عن جد خواجه
خواجة طاير طربوشو بس مش موجود. خلينا على هزة هزة أضمن وأحسن وأوفر. ما في غير هالفنانين الاثنين؟ دربش دربوش. دربش دربوش شوفوا. دربش دربوش صوته حلو بغني وبيعمل دبكي وما دبكي وإنكا وخبار. ذلك الفتى دربش دربوجو ايه ما بطيقه لانه صوته مثل الضفدع البال بالعطابه. انا غير طاير دربوجو ما بدي. روق شوي حياه الزوجيه تفاهم. خذي بعين الاعتبار زوجك شو بده. هزي هزي من شو بتشكي؟ زير نسكنت زير نسكنت. أنا هزي هزيلي كانت حبيبة قلبي بس وقتها شفتك تركتها. تركيني استمتع آخر ليلة قبل الزواج فيها. تركيني سو 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 هالحكي. أنت زير نسا أنت سو لك هالحكي. شو بكي؟ احمدي الله بتلغي بمية حرف ومزوجك الشاب. شو بكي؟ أخدي أخدي منيح اللي أخدي. لك صار لي إلا هالحديث 100 سنة. الله ما بيشيلك. ولي أنا شلتك ولي ولي أنا طالع على الجنة بتيابي مثل ما أنا. دا 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 بالروسي دا. مين كان يروح على على الكباريات أنت ولا هو؟ طب طب ضبطوا هالقصة وحلوها مظبوط. إحنا على أبواب فرحة يا جماعة. نقوا بقى هز هز ولا طاير طربوشو؟ زفرة. شامل بالموضوع ريحة زفرة. تركيني اتهنى باخر ليلة قبل ما اتجوزك وزفر على ذوقي. تركيني وعشو طالع هالطلعة عشو ها؟ لك بعد ناقص. انا بدي طاير طربوشو يعني بدي طاير طربوشو يعني بدي طاير طربوشو. لك غمض عين وفتح عين بيخلص العرس ما حدا بيتذكر لا طاير طربوشو ولا هزي هزي. كلها بقى ساعتين بتنبطوا فيها. فلذلك فلذلك ها تركيلي جيب هزي هزيلي. عملت عمليات تجميل وصارت غير شكل. والله ارحميني اخر ليله ارحميني باقي معك كل عمري. قالوا لي الآن إنه أنت وعرسك وهزي هزيلي وشرميتي سوا. صارت الحفلة بدك تشوف شو هتعمل. كلهم على بعض وما بيطلعوا نفرين بهالعرس. جيبي هزي هزي وأحسن لك. لازم يقول لك إياها لازم يقول لك إياها. ولمينك أنت مينك أنت؟ شكري ربك أخدتك. يلا يلا مشعوط أنت مهبول مخبول مرعوش مسطول أنت. كم حرف مينك تشوف لك بعد؟ نحن ما بقى بدي إياه ما بقى بدي إياه. نحن عبوك زواج ولا على أبواب طلاق؟ شو الوضع يا جماعة؟ ها؟ هي القصة من الأول. أنا حمار مش مضطر حرف الح لا تقول لي حمار. أنا حمار أخذت وحدة مثلك اللي كتفوه عليك كتفوه على الساعة. يا 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 هلا يا بعد في يا بس بدي مرقها هلا ولك يا هلا يا أنا إذا بقدر أصلا انتقل هون من الكرسي قالوا لي ما فيك تنتقلي كنت فليت من هيدا العرس فيك وبالعرس. لا 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 طولي بالك في معازيم في عشاء وفي عزيمه وفي عالم. روقي طولي بالك خليكي معه ما في غيره. لك هلا فيك وبعائلتك وباللي شد عم جدك. الجريحان غني عن محمد. اما هلا عم ننتقل للعبه الثانيه اللي هي الجيدو.